نحن لا ناكل الا الموارد الطبيعيه. موارد طبيعيه لتاكل قليلا من الخشب. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا وصلنا اول منطقه واللي شو اسمها باش تعال. اوي سنكرو اسمها ويش اسمها؟ ايوه سنورا روكس. وبنزور هذا المكان الفخم طبعا. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا المكان يعني ودني يصوروه. خلاص انا بنت حق ثلاث يلا. طبعا وش تميز هذا المكان؟ يا تميز هذا المكان بكثرة السياح. ايوه حاليا ما في سياح لان طبعا مرض فيروس كورونا. نحن السياح ثلاثة هذيك يعني الغنية والكورونا. ايوه طبعا نحن نكفي نحن السياح كذا اوكي. ايش خلينا نشوف المكان. طبعا هذا المكان اللي مفروض احنا نزوره ولكن للاسف unfortunately it is closed. look unfortunately for the season this is disrespectful. what are you doing mate? اي برو والله فنان. more than one way up. oh you can see like the places from over here. it's pretty amazing and as you can see there oh my god. And now Waleed, he's seeing. I can't see with my both eyes. You see like the point there? I think yeah. But the hole that has there? But it's very dirty. يا شبيبة ما شفتوا ربعتكم؟ هو أكم ما خيول. هذاك أخو وليد. اخوك هناك. طبعا الحين وليد بيروح يتفاهم مع اخوانه. خبرهم كيف واحد من اخواني. ايه ترى في هذا ها في شيء شاب نركب. يلا شابه ايش انت تقول بس كيك شابه ايش كيف تشوف علينا اخوك. ايه الكهرب ترى والله صار الكهرب. شباب تشوف هذا الشيء الصغير السيك هذا يكهرب شوي. لازم حل فيديو يا وليد. انت لا تريد ان تصنع فيديو؟ نعم لقد اتى اخاك. نعم اعتقدت ان بين اخي هذاك. نعم انهم جميعهم يور فاميلي. يا فاميلي بلان. نعم تحكوش لي شبهك ترى. والله في شبه؟ ايوه التوأم توأم شكل التوأم يا شيخ الضارة. ما شاء الله تبارك الرحمن. جاي الوحش. وصل 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 وصل. هاي بيبي كم هير. ما شاء الله تبارك الرحمن ان الاخوه يتفاهمون. A few moments later 2000 years later. الله الله الله. أتي هنا أتي هنا يا صاحبي. دورنا. إنك جميل جدا يا صاحبي. لقد أتى بأخاه الآخر. إيهو إيهو. طبعا الشبيبة وصلنا إلى المكان المنشود. أيوة وهذه الأغراض طبعا. الحمد لله على السلامة شباب. الله يسلمك بالخير. طبعا الحين بشيل الاغراض والتنت وال... قول هو شابه. قول ما شابه. شابه؟ والله شابه. تعظيم سلام من غير كلام عزبة محسن مستمر الصاحب الصاحب ما فيش راجل براجل 2000 years later لا نتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل. طبعا خلصنا الخيمتين وتواضع. لا 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 يا محمد الساعة
ها اي والله متواضع جميله جدا. لا ناكل اول شيء تس تس ناكل تس. طبعا هذه اول طبخه يا شباب ما شاء الله. طبعا شتيته شويه لكن في وجه موجوده يعني ما شاء الله. كيف اللمع ما شاء الله. طبعا شباب هذه سفرتنا متواضعة هذا عشان المتواضع. جيب 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 بس تلفوني جيب. الله اكثر من كذا رومانسية ما فيش. الله صباح الخير من قلب الصباح لك الصبح ابتدامة ولغيرك لك الصبح ابتدامة ولغيرك أنا دايم صباحي فيك راحة حضرت وما حضرت الله يديرك حضرت وما حضرت الله يديرك ضمتك عشقي ملقى فيك راحة حبيبي. أنا أتجهز الآن للهايكينج ل تغلق ماذا تسمى بلغة العرب إنها الشنطة. لا يا هلالي ماذا تسمى خلفية خلفية السيارة. نعم لقد صعدنا نصف الطريق ولدينا النصف الآخر. تمطر وإحنا في نصف التريل ماذا سوف نفعل؟ لا أدري يا جماعة وإحنا في قمة عالية جاهز الآن. انظروا الى هذا انتظر يا بني. So finally guys we arrive at the end and this is the view you can see. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا رب